هذا لوكو سي بيجينا قف كسهل كنا لجوا قاعدين ووجي لو مريتونه مرجع حديد ده انتي نبض حيد إلا بربريو شو هذا الله بيريو إذا ما ودنيين لوكو شيء لصاد عبوريتونه ده أنا أقول بقول بدي بارك وقلب يا كاسي حيل لنا شو هذا لوكي نيا ما هي فايدين يعني شو شد وتأس في اللي تقولن كاسي قاعدين ده تتوقف وشن نسكرت هاي اللوك خلنا نسكرت هاي أنت مال فريستان بول السقري يرى أننا عايشين ده شيء نحس إنه بيحسن أو هو نعم فلن تجد نواسكار كدونا مال ما حسوا صورة يعني مرجع مش عارف كيف سمع اللام بهشيس كلايا ونقول كلا ده حلو ريتشيو والله تعالى مين مسمى موسى سمع له وكلا شاد موسى شلون يقول نوي جيمي إيه مكان أننا كشقيين نسأنا صار لين لكن في اللذ وحكي كشقيين نساء سين موسى ما يشوقه هين لهي حليين وقدي قد واي موسى حلو اللي يقصد دولة تدك عمله بشيء اعتراف عنك يعني اعتراف كله كده اعتراف قصفه وكل اللي اعتراف دم بروسيو تركيز على الله عمرين سير قصفه كده بينيا وما عارف وش إذا أنت سير الله أدري إسكريجي أنت إذا بعدين وقف صورت إذا سياسيين تكون فريد مدحوين حسن سير وح وادري إسكريجيان وادي حق يركو بسنة ودي ضد لك هنا ضد لسي عاي منكو عارك إذا يركو ده نحن بقول خلنا جايس كلا بيل هاي يعني بقول خلنا جايس كلا هاي دم كونه نوع هستاني شكله عاصدي مريجوس كرر هذا واحد ميله غوري مره عن وجه ده سياسيين تكون فريد سير وحنا وادري إسكريجيان يعني هتاني درسين وضد أقوم لو قوي يعني كاشن وحنا واحد كده ما عندهم تبيع إلداشي هلا إسكريجيان هدول هل كان يبعدين لو وجه هذا فرد سيمبل إنت سمع كذا بحياة ما أدبا وما تنتهي عبد الرحمن رنتي وكاجا ما اللي يا الصومالي إني ماذا أصل ليه هاي هل أسكري إثيوبيان هدول كاهي ماذو وأكون والله الله ما ينار رنتي واحد موجنا يسا سياسة دولة كود دي ذكرى لكن إن أدكحون تهاي إن إثيوبيان لوكي صوماليات أن قعدت اللوك لينين رنتي أدبا كاجا ما تعلني يا ولال أد بقولك يا بقول ما حد قال سيد رسالة كيس كي بروفيا هي كيس كموصبي وحنو صحيحي ويس شبهي سيدي بلوفي الكالوهي تادي وحنا دي الأقبلة الكال صومالي لوغة تادي عبد الرحمن أنا سؤال بان ربينا كوي دي بلا أبسولولي كيس كاس بوليفيا إي تشيلي بانو ملاينا يالكال عبد الرحمن سؤال بان كوي دينا يا أدو ماتسن بلسيقة أشيقي سيد أو قلتكا أو ماركتي دولد أي ودواميت لغوة دهات لكرا يدن هو حاجرة جروب kale oo hubaysan oo sidoo madaxweynaha sheegay u lahaa malas markuu soo galay waxay abuureen al-shabaab haddana waa nagu sii xoojinayaan iyadana de ragasi meeshina buuray leedahay oo waxay ba meel public ay ka yiraahdeen 20 mile halkii mile ba kun baan meel u dhigeyna qof xukumanana male een yemen oo si qasan tahay oo arkaysa hubay ka helayaan dawladda badan oo diidan baa jira eritrea iyo xutiinta iyo masar iyo dawladda badan marka arintaasi maxaa laga qaban karaa cabsidaas iyadana meesha jirta waayo dhibaato kale ka jiri karta abdirahmaan cabsida waxa laga qaban karaa uu muuse biifi sidii xildhibaan ku sheegay miin ethiopia kale yimid meelasi nabada looga dhigo heshiiskan يعني أنا هم سنة هدول فرق جلو قرنك كوفي لواتنا دي لا قرنك كوفي لقى صوب بلعب الشيء سكي يقول ناس سنة يقول طقان سنة وقف بلعب إن جلبوا نقول يا كوفي لواتنا كقرنية الدنيا دوتشرت الصعب تقول له حوي دوكو أسد وأنا جورت دول لقوم بدلان كرا ورقة اعترافه دولة ورقة دي قصد كده كصعب حضي شهر دي عرض دي واحدة دول لقوا جوين ما دول واحد جوية أو قيمة أقولك ما لا وعيو دول كده دي بسدي وكده حلوري إثيوبيا كواحد لين سمال لهم سنين إنها ولايب عن أوران كرين 0.0001 بالقيمة هاي واحد ليه وقف بدلنا هنا نمان خلنا سيدي هدوان شاكل لبت شيل هدي دقنا هذا شيل كسد حد ما تقاري أما سيدي بلوفي أبي الكاده بلوفي سيدي الكال لو كده ديشان يلا عتك سنوان دمان أي أبي دي الكاين تيك تعديان حيب تاسورن سوما عليك لو ريقيا يعني وأي وحيانا يعني وحي سكدين أبي نحكا شغينا يا حين تدقزها كتشرتين ودبدا وشو حاولو ناري ما خطرت عني من كافك دوبان له. إيه ده تذكر سوامالية. دسكتن بعدين وانا يا حديد يا خلاص كروا صوت هلاعبوا. دسكتن على ريكو وده تعلمي. وده تروح تعب كلي في دون تطاس. إيش لكن من كاس عدي مش هقلان عندك سعر إيسا. إن شرين مش هو وده بور نكاركي. أول الباقي رانا يا.
دكتور أحمد بس في عالم روشة كان دونا فكان هم شيء داون لما كان عارف كدوبن هالستو ده يهالست حبشي ده وحلو جور تيجي كلا إن موسبي بنبدو سيتانا لقى ده جو بنبدو هشيس كانوا وجهه ده هشيس كا قرني وابو ده قصنا أنا لقى أبو إنه هو عند أحد الناس هو عند أنا سوى أنا أكسنو قوضة هذا الله لكن عند أحد الناس هو عند أمريكا حبشي ده إسكاب نوم كقوضة هذا دونا هذا إني سامي. ما تسرد عبد الرحمن رمتي أدرها وانجر سومال لانا داد كورتن ليس مراعيو سوماليهي خاصة ريكو فريدو أدرها وكا وحبو ليهي هدي أسكري إتوبيان وصوغلو لون سوماليهي خاصة جمهورية السبان كاهايد سياسة واسو خلافسيه لك وينان لنا عوغا سوما دي جيسر أدرها أدبان كاقمد عليا فكر كاس رمتي أي هوب داد كإنتي سبضان إني آمين سيهين برعاء يهرقيس يبربراء يكونول أو أركيان موسى وتدرات نجرة إنه واتقيه يعني مصيبة أو وليد يعني لهذا اللي قصوا كبسل أدبان كاقا محد علني يا درمانو وأنا كورا عصنا إن سياسة لا اللي قيشين كرو لكن أن دول لدى حلو ريجين كرينين أو وح ورقد كوران أن لقوقة ذاك وح قيمة أو هدى الزيلة أرنو أدون كورن أو ذهب هذين القصية واحد زي رأي تاريخ ذي ذات كلها أفسن كرتو محمد سلو عبر الله ومك السلام أد إن رأي يربن كير جرايا قفين هرمان أقاس أنا وقو السلام يا نجو أدي أد بنت لن السلام عليكم واني والسلام أدشاق وارك نوى تويتس كا قبلنا بايكات بايكات كا وارك تويتس كا ما شاء الله ودواليسا نيهو سؤال كايرا الحقالة كايرا الحقالة حدينا لو هبين لها ان سديتن بقول كيبا تقول دي سومالي اي ام حوها اتوب ان ايرلين اي كنت اجي سي مقدشو كلا سوماليا هوسبو ودعيبا للي هاي لعق 1.2 مليون هاي خسارة 10 days ان وحكالول اي شيق يوقف اي صدري ان من صوت منيابوليس كله يوحان ملينا محاد قراد انو ادوغو وغدون دلالو شركة عمرها بدك جيني يسي أي بقول لا بقول كونتن قف أي كنسر شيء وكوري يسي توبيان إيرلاين مركب حيا بس عدي وحكوا قلنا وحنقعد سنين إن رشير قرية عوام كنا دوا مدو صدق سوماليا دوا مدو به وهابك أقوى ناكسن اللو لوجو هرتي كره جرد هذا أبي أحمد مركب كل رالله بنت لك صار والله information كسوة أرك أنا حتى ديرة أسيط لكن I don't know how much reliable they are. I know ديرة لها كون إثيوبيان إيرلاين لده هو حلوس ما كارغو شيبس وحيلا بنا حلوس ما دول بنا استعمله بزنس عن. مركب يبي لعك بنا كده على لك I don't know how much. لكن يا I don't know how much حتى وحاس إيطالي كرتم فانت ما شاء الله لا أحد ممكن على قارئ روين فانت. Okay, a couple of millions a decade, and although it's good punishment, it's not enough. So Asha Masho Kusu Korana Halena Kusolo, so Asha Neto, after 2 weeks, Nemeka Neto Hakoha Len, Hala Dahai Kubakakan, Lai Week Hadala Bafoya, in the Suidi, or another Suidi, or Arin Diabla, or infant, or high head. دولد إلى نوشة غانا نفهم how we can stop this aggression كانتو صنفرنا أنا جمهي إنو دائنيق مقشين واح بلان أو لهور استايل دد كان لهور استايل كرو دولد إلا لا steps كانا قادن إنا ولي معركين أنا جمهي إنو دائنيق عرفتين صنفر لغا steps إي دولد قادت تاي بان لصو عدا منا وحاواي إنا ننكي سفير كأسو عليان إتوبي كجوبي إن المظاهرات دياريين فانت الشعب مظاهرات إلى نسكو صباحا I don't know مركا what kind of strategy وحاس إتهاي I don't see that as وح فانت دولد لغسوا إنتهاي enough إنتهاي مركا سؤال شماشان كو قرن دولد أيا لغار روايني كي جوابتو هدي كي جوابي كيرينا أنا وحاندي لها in kala step away so that siddat kala xaaladahay dadka xaaladahay talo soo dhiji advice soo dhigaan fanta aan ku talin lahaa markuu horeysanayo I don't know adiguna taqtar tahay in kala laakin
مركي أول رفيري إن problem كا problem مركو جرو أو problem كاسيت solution لهلا the first thing وحواي وحلا فيريا محاس كده إذا مثلاً يو حواي وحلوده هيا محاوحان كينا عملو كلم فانت هادا تقتلون تكتد هادا مانت او جلبك محالة ده هاي محالة ده هاي حنون كدريميس دامينة كجبتا امليميس تقتلكو حو كده هاي محا سمينيس محا كينا ووستقاس وكده هاي مونت هاي هادي لها لقا بقا يمرك انا قاعد يباتا لانيت هادا مانت نغو صعوتو انكستو نمكا نيتو ولود اللو دي الرين ان او تقد اهلان dibaatan waxa keena waa muuse ma runtii waxa waay dawladdeena waa infant dawladdeena waa ogeeyeen in oo maxaa la dhahay dad oo Soomaalinimo u dagaalamay inay ka soo horjeesato si clear ah anagana waa la wada soconaa ee halkaas markaa vulnerability number 1 ay ka helayn nimankaan infant Ethiopianka ah iyo ninkan kale oo bixi muuse bixi la dhahay ee waxaas markaa waxa la dhahaa dadka badankood waxa dhahaan hadda waqti uma heeno in laga hadlo waxa keenay problem hadda ma heesto okay fine why problem kan inta markaa hadda solutions kiisa markaa laga hadlana waa iska indhitaraan fanta dad adiga aan kamid tahay xadirsaaq oo runtii I'm disappointed runtii fanta waxa maasha dibaatada maasha ka jirto anaga waa ognahay inay taasna waxa waa dawladdeena waa dawladdeena is not taking any actions dadka shacabka boycott ma tan haday tuulo ku soo qaraan ama haday boycott xataa ay ku sameeyaan isnad enough ma shay xaloo baahan yahay in wax oo concrete or actions or arki karo inay sameeyaan waa infant ama yadahana waa sameeyna hadii saan la sameeyo anagana saan sameeyna inay dhahan adduunka dhan waxa jira system aan jira la raaco dawladana deena doing that whatsoever fanta hatta dad rumors waxa ay maqlaay oo dhaqaaq inay bilaabeen ciidanka Ethiopia oo rawaan buhole iyo meelahaas kale inay ka soo galaan ee dadkiina maxaa la dhahay ee wili waxa waa sirin dags camal oo kale yani wili even maasha lama geenin dadka maasha jooga lama hubeenin you know like this waxyaalo kale waxa jirta oo basic ah ninka ambassador ka wili lama eerinin yani just waxa u maleysa almost dawladdeena fara laga hayo walaa runtii anay waxaan dhahaa sometimes waxa aad ama santa ma pointiga waa aad bu clear weeyahay walaal intaas baan rabaa inaan ku sheego adiga action baad rabtaa laakiin ma xun wuxuu yiri haday hal talaabo qaadaan shan baan qaadayna waqti marka waa sax waa la mudaharaaday waa sax dawladdu ka hadashay laakiin in ciidan la geeyo dhulkan SSC khaatumo in dadka reer awdal dhaqaale kahorna in maaragtay loo aqoonsado inay maamul goboleedi waxyaabaha aan runtii bushgareen inay ka mid yihiin in dadka loo aqoonsado maamulkooda nidaamkooda waxaas marka kaaga madcelinaya aragtidaada walaalmaan dad badan baana sugaya waa in doona insha Allah aad baa u mahadsantahay walaal maxaa garaad soo dhow aad rizaaq ogaas oon ku salaamay Victoria spesiyon qaaliga horta halka kawad habeenadan waa naga yaraha yareysay marka isbeeyo anfacaho dadka cutaraya waa qabataa inta badan doodahana saad u frame garaysaa inta badan waa artida isbeeyo inoo furan Soomaalihan interna kale saan badan nahay baa waa iska yar meelo kale inta badan aad ugu hadalna marka aad baan kaaga mahadcelinayaa Doctor ana waxaan dhahay niyow hal cilada jirta I think yaa laba cilood ii karno marka cilada hore oo mowduuca ay ku qorana waa u socdaa cilada hore waxa weeye raali nahaa oo aan rabi ma ku jiraa safar dheer baan weli galo aad u badan marka adoo booqay wax kugu noqdo ila socodsii waa mud baan galin marka cilada hore dalkan dawlad jab waxyeelo ku dhacay state failure marka dawlad jabkaasi waxay keentay dalkan in ugu ciiso loo dhaco cadaw dhex dago wax la rabo wax walba laga sameesto si la doona laga yeelo immaculated nation baa laga dhigay dalkan marka dawlad capable ah oo awoodii dawladeed leh oo dalkii gacanta ku haysa oo
أما أمر واقع أفعله كم هذا لكن على يبدي I think matter of fact يعني fact on the ground ذلك كم أما أنت هي إسكتر ستيبل لجيتمي سيريا بابلر سبورتي أو دولتي يعني الأصوات أو تلغدي بأحمد كدوني ما نقطي أورت مجرته مركارين تاسي واحد نقطين دلك نوبل إيسو لورد أو إلا رب لغاية مركارين تنادا عدو وينو إن أورتا لاي تاعم بكيب كتاهي إلاد كالو لكيني وكسي وينا إن أقول عضي إلاد حوية قفك الصومالي وحب اللوبي بمسونية دي سي مركا الدون كانا واجب أمهات بقفك السعر مركا عادي الدار كاغا إيه داد كاغا إيه هان كاغا إيه إيه داد إيه لو يمادو وعاديك الشرف كاغا إيه كرامة داد إيه لو كاغا إيه وحلقو صعود يا الدولة دي مدحيني لوحا السمائي إيه محايبا كان يعني دودة سواحد أنت يعني عاديك الدار كان محاق سوق قواتيو إيه شرف كاغا إيه كرامة داد marka qabka hada dooda uga falcelinay dadkiisa baadaalin waxa ku dhaayeen madaxweynii kan muqabto rasuulari kan warbada ardis people waxa ma shaqaas way sovereignty iyo joogan laakin dalka nada iska leh adu maxaad qabtay the question starts here marka nin oo aad dalka madaxweynaha ka mareekanka hadal aanu mar dhahay ba jirto ah yani isweydiin in dalka uu xuquuq qabto adiga aad isweydiin waxa dalka uu qabto waa arin waxa noqotay gashay political literature ka adoon marka waxbaal ka sii yana xiganine ani waxa ay muuqato Soomaali ahaan inay qofka Soomaaliga frame ki ka dhumay ama suu cabirayo en marka hadii xadare dawladdu maxay qabatay ama dawladdu may ka sameysay ama dawladdu hatta taalaf tirkeen inaan ka run sheegayno dawladdani hatta ugu yaraan standing army ma laha dalka ida rasmi oo fadhiya oo dalka inuu difaaciisa sameeyay ama raad dalkani en madaxweynaha iyo baarlamaankani waxaan oo dhan ciidamada ajaniba ilaaliya kuwa inagu soo duulay badena inay qabsadaan rabaaba laba aqoon hadda tiraan la tiraa ay ku joogan madaxweynaha hadda joogay xafiiska fadhiyaba qayb ka ah dalkii dadkii ku daray amazon oo xisii shaciyeeyay kuwa kale faraha badan sabab ugu yimaadeen lama yaqaano marka dawladdu waxa ha qabato waxyaaba ha qabato waxyaaba ha qabato dhahide horta maxayba qaban karaan hada realistic ma nihin dhinaca amarka laga eegan marka ciladahaas aan aniga yar dareemaya maxaa qabsoomi karaa oo yaani tana ku qorana cadawgana la isaga celin karaa midnimana loo xoojin karaa Soomaalina sharafkeeda karaamadeed u badbaadi kartaa ana waxaan qabaa waa laba shay waxa waxa qaban karaa labada shay waa laba shay oo dadka Soomaalida gacantooda ku jira maanta midda hore waa sovereign rights waxa la dalkani umadani adduunku waxa qoonsiyay umad xor ah gumeysi ku jirin xuduudaha iyo dhul la yaqaan leh dhul la yaqaan degan caalami ahaan sharaftooda iyo karaamadooda awrantay adoon ma aha dadkan dadkan waa dad xor ah waa marka awooda cidda fadhida oo dad dastuurkan I think maqalka labaad ama saddexaad saadi meelaha afraad bay ku sheegeen sovereignty cidda fulinaysa exercise kareenaysa een inay arinta aad uga shaqaysiiso oo diblomaasi adduunka iyo arahawlaha muxuu ahaayey caalamka deegaan shabuur noqon iyo wax noqonba masaalixan caalamka cidda isla jaanqaadi karto arinta inay si fiican ay uga shaqaysiiso waana arintaasina waxay ku dhacaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda baarlamaanka wuxuu odhan sovereignty dastuurku si toos u sheegaya dadkaas extra aya ka shaqaysiinaya sovereignty-ga ummada Soomaaliya marka taa in la xoojiyo dowlad af ka furmi karo maxay la hadda qabsoomay safiirkan maxaa meesha ka qabanaya Ethiopia ma xiriirka loo gooyo maxuu ahaa Iris Base ka maala xira dalka yani waxyaabaha dhul sovereignty-ga soo galaya laakiin dowlad kale ka sii furan oo perspective kale duwan baa jiro dad baa dhahaya jira yani all car risk-aga one time ciyaari kartid hadda wada ciyaarto dalkiinaad standing army lahayn bari maxaa qabani marka taas waa dood kale laakiin muhiimna taawalin xog la saaray aanu arkaa fikirkayga shakhsiga ah say far say xukuumadu u hanal gareeyneysay madaxweynuhu anigu waxaan siin lahaa ee hadda ugu yaraatay A minus and taantaasin kaga gudbilaa laakiin qodobka labaad oo muhiimkii ama la tooma ahayn yaani madaxweynuhu inuu dhowrta laab hore u qaado
oo ku maaragtay garab istaagay dadkan midnimada doonka iyo qoyiga koow horta inuu een ciidan geeyo inta doonaan ba hatir la akaabeen een dhulkan SSC khaatimo oo dira fariin ah een waan joogna halkan labo inuu awdal uu aqoonsado maamul goboleed een muujiyana inuu dhaqaale ahaan waxaan gudri ahaan la garab istaagi karo heer awdal yaa talaabo in noocaas uu soo ma ahayn oo hadda Puntland hoos fadhiya yaani hadal baa la wadaa iyo mudaharaad waxaan inuu hadlo yiraahdo maaragtay hadda hal talaabo qaadaan laban qaadayna laakiin soo ma ahayn inuu talaabooyinkaas uu ku xoojinayo dadka midnimo doonka ah inuu maaragtay uu qoyiga inuu talaabooyinka noocaas uu qaado soo ma ahayn maxamed وصح ان وسؤال ولا لو قاد قيمه بدن او ميشو كجيرتو او دد بدن سومالي اسويدينيان ان انا وحان دهي لها وانا تانو سو سوديتن ان اودا هوراي ان كو شيغاي موضع عام ان ولي دبا سودا marka awooda hore waa taa sovereignty ah awooda labaad waa shacabiga dadka soomaaliyeed marka maamuladan ana meesha ka dhisan oo maamulaha reeraha wada ah anigu loyalty hadii maanta la weydiiyo ama oath of allegiance waxa la yiraahdo ma qabaynay tahay dastuurka Soomaaliya mana qabaynay tahay dadka Soomaaliyeed oath of allegiance igoo waa danahooda waa fikirkayga shakhsiga ah waa la iga soo horjeedi karaa waa la igu diidi karaa laakiin isan san qaba maamulada inoo dhisan oo dhan oath of allegiance igoo dastuurka dadka Soomaaliyeed ma aha dan dadka Soomaaliyeed ma aha ani waa fikirkan qaba marka la isku ma halayn karo waa maaniga waa fikirkayga shakhsiga oo ku celiya marka marka laakiin awooda rasmiga ah ee labaad ee umadani badbaadin karta waa dadka Soomaaliyeed marka taa dadka Soomaaliyeed ay su'aalaha ay soo hoosgaliyaan marka sidee loo mobilize gareeyaa dadka Soomaaliyeed anoo qabayn in laba layer tahay layer hore waa kan hore oo hadda dawladdu si fiican aan eeda waxaan siiyay ba kamid tahay oo xagga mobilization ga dadkan in sentimentigooda la hadlo ruuxooda la nooleeyo madaniyadooda la nooleeyo karaamadooda loo sheego dad xor inay yihiin loo sheego iska celiyaan qofka hankiisa inuu soo qofka Soomaali hankii baa ka dhintay soddon sano dadkan iyo dadka ruuxooda loo dhacay qiyamkii baa laga dilay xataa iyaga la isku diray koox la isku horgeeyay marka taa in horta la activate gareeyo oo dadka nationalismkiisa kor loo qaado karaamadiisa qofka Soomaaliga lagu baraarujiyo een taas waa taawa wayna soo faana they doing great madaxweynuhu cadaw uu ku tilmaamay Ethiopia kalmad ka culus ma jirto cadaw enemy hadda state dhahdo finish case closed حتى إذا مثلاً مر كلمة مثلاً حنا هذا كأو دوا عدو إذا مثلاً تبي كبش في كذي قصة يا كسارة لكن هو يده سيلوا كسارة يا تقصوا ماله دو تلا مركا مركا تاس و تاس و تن ولاير كوبادوا لاير كلا بعدي و practically ده كوه حاوق بسوام كرا مركا أنا هني لا تقدر كني دقال بوكس كمان يا و بس conflict situation and وحاجرة and وحياب بدن يك kalsoonida ama trustiga dadka ayaa hoos meel hoose jirta oo baa inuu cadaawagu marka si dhab ah kaga guuleysto oo iska dhigta in adig iyo adigu dad islaynaya tihiin oo gobol isu haysta laakiin hal arin uu baan u qabaa in la ka duusho xukuumad hal arin oo hadda ka arin waaqici ah oo ka jirta dadka Soomaaliyeed gudahooda ama saaxada siyaasadda ku fadhido halkaas waxa weeye dadka Soomaaliyeed dawlad iskooda waxay ku baadi goobayaan maanta qabiil heer walba maamuliba meel ka dhisanaya marka ciddii tiraada dad baan ka go'ayaa oo dal kala noqonaya iyo ciddii jamhuuriyadda Soomaaliyeed qayb ka ah labaduba gundhiga siyaasadda waxay ku cabirayaani waa reer waay maratan traditionka ay soo jeertay marka ana waxaan qabaa in tan kale ee soo samayn maamuladan iyo goboladan la qoweeyaa waa is layer ka labaad in xataa ay dib u dhac ku timaado maaha iyadoo cidna loo gafeynin inna lagu xad gudbaynin cidna muxuu ahaayeen karamkooda iyo karaamadooda shakhsiga ah ama ay dareen siyaasadeed qabaan aan lagu xad gudbaynin in dadka xaq loo siiyo midnimada difaaca dhuleeda dadka Soomaaliyeed oo dhan in meel loogu soo wada jeeso saas darteed haddaan arinayna horta la Ethiopia dhul Soomaaliyeed baan goosan bay tiri dhul Soomaaliyeed baan goosanayaa een waxayna heshiis kula gashay maamul ama dad fikir siyaasi ah qaba oo dhahaya
dadka Soomaaliyeed xor baan ka nahay annagoo kamid minni Soomaashaas oo kala marka arintu timaado dawladda Soomaaliya waa inay qaadato istaraatiijiyad ah legitimacy wax ku qacaya legitimacy ama sharciyadu sharciyada maanta inoo jirto markaan run wada hadalay rasmiga ee fadhiday ma sharciyada reerka waaye aniga xaqiiqo hadal laba run waa marka maamul walba ku soo hoos aan inta dhaho marka maamul walba ay sharciyadiisu waxa ku fadhidaa waa reer waaye marka ninka yiraahdo dalka Soomaaliya intiisan ka go'aya sharciyadiisu xaqay dhici waaye marka haddii sharciyadiisaasi hadda musabbiixii oo kale aniga ma qabo reerka loo aaneynayo dhinay boqolkiiba boqol arrintan ku raacsiin ama la qabaan laakiin legitimacy ahaan wuxuu ugu weyn u sheeganayaa u nasab sheeganayaa waa reer waaye lagana yaabo inuu kaadreega iyo illadka ugu badan ay ka mid yihiin kama hor istaagi karta marka taasi ama ma legitimize garayn karto qofka Soomaaliyeed ee awdal degan ee jirimitaanka Soomaaliya difaacaya qofka Soomaaliyeed ee jooga goboladan kale oo dhan ee laakiin isaga fikirkan aan qabin iyo xataa qofka Soomaaliyeed ee lagu abtirinayo inuu Muuse reer leeyahay laakiin fikirkan diidan oo kale kurtigood oo dhan xayndaabkan kama gelin karto xayndaabkan hore oo yacni ah anaa intan la yiraahdaa maamul baa la yiraahdaa iyo anaa kan iyo waxaan inuu istaago waay anaa waxaan qabaa runta loo noqdo marka hadalkaagana soo inuu quwaysa ma aha arrimahan quwayntan inay noqoto qaab consensus ah oo yacni la isla wada ogol yahay laakiin ku fadhida waaqiciga dhabta ah waaqiciga dhabtaahna waa kuwan ma ku soo waa ku soo noqonayaa meeshaada joog walaal raallahow runtii maaha in reero Soomaaliyeed duudka lagu qaato yani waxyaabaha hadda aniga still waa runtii aan ku qaracsanahay qaabka hadda uu maareynayo madaxweyne xasan intii hadda dhibaataan bilaabatay laakiin xaqiiqada waxay tahay wuxuu ka warwareegayaa meesha ay tahay in la abaaro gobollo Soomaaliyeed oo xaq u leh inay maamul iyagu haddii fiiri dadka haddii la siiyo maamulkooda laysma dul saarnaadeen xaqiiqda saa weyn laysma dul saarnaadeen marka in la abaaro meesha cudurku uu ka jiro halkaas ka lexleexanaya madaxweyne xasan mana aha inuu ka lexleexo daahir soo dhow daahir waxa weyaan su-aashan su-aal maahan statementigan kore dr sheikh nuurna soo dhowow adigana anytime co-host baa tahay min in dadku midoobo oo arintan aan ka midowno oo waxyaabaha hadda mathalan khaladaadka ah ee hadda dawladdu ay hore u gashay oo kale intaan meel iska dhigno inaan ku dhigeen oo dhan aan ka midowno arintan u istaagno saan ninkan waalan geeska africa raba inuu dab ku shido in si midnimo leh dadka soomaaliyeed ay inta uu istaagaan ay uga hortagaan faa'iidada ku jirta labo arinta hadda aan ka hadlaynay oo maxaad garaadna u taabtay oo ah in la abaaro meesha ay tahay madaxweynuhu inuu actionka ugu horeeya uu qaado ay tahay inuusan la gaban inuu taageero dadka midnimo doonka ah ee waqooyi degan ama ssc khaatuma ha ahaato ama awdal ha ahaato ama xataa hargeysiyo burciyo muxuuahaa berbera ha ahaatee in si toosa oon gabasho lahayn u garab istaago oo u aqoonsado oo dhaqaalaha iyaga u weeciyo wixii loo weecin karo yani isn't that reality maadaama ninkii dhammaa ee heshiiska la rabay in lala heshiiyo uu duudka ku soo qaatay lix boqol oo sano dadkii conflictigu nagala dhexeeyey uu rabo inuu zeylac iyo lughayay xeebihii soomaaliyeed uu keena soo dhow daahir cabdisaaq oo ku salaamayaa walaal adiga iyo khiyaarta kale oo ku dhegaysanaysa hal meesha ku jirta arrintan waxaan qiyaasayaa dadka soomaalida ah guud ahaan dhaqanka soomaalida sidaan ka naqaan ama soomaalidu tahay ama haddaba aanu ka arkaynay social mediaha oo hadda adduunka yaranba iska hal qol noqday waa laisugu imaanaya meesha lasoo galo marka dadka soomaalida ah hadda unity way ka muuqataa oo ma qaybsana guud ahaan dadka soomaalida marka la yidhaahdo dee iska fog lama noqon karo oo shaksiyaad iyo group iyo dad iyo kooxo iyo waxaasoo dhan way iska jirayaan waa iska waa insaankaaba saa iska ah wixii marka intaa kasoo harta dadka soomaaliyeed inay iska difaacaan weerarkan wadaradaah oo Ethiopia kaga imaanaya in hadda lagu qaybsan yahay u maleynmahayo
هذه أي سوء ما ده ندرك سوء ما ده هو سوء ما لهايين ويسكب دفاع كل لهايين إثيوبيا وإثيوبيا لو بقول السنة بقول قصة سعودي هذا هو ده حقك هيك بيت القرار في سوريا حيا برتقيس في مرة أروح هنا رجل بيت كبار صوب بلاوي أحمد قريدي الله ما يحل قاسلا يوم ما أنتي تنا دجال قاسو نقص عليه دمع إثيوبيا نقص سعودي وهذا أنتي contemporary life كله داري أبغى الحلقة حلقة سلاسة كيكور